هنعمل مع بعض النهاردة الطعمية البيتي بكل تكاتها وتفاصيلها احسن بتاعة المحلات مليون مرة. معلش كنت اتأخرت عليكم في موضوع التجهيزات بتاعة رمضان دي، لان كان سمير ابني الدبور النحل كان قرصه في وشه وفي دماغه، فكان مورم من نص اليمين بتاع وشه ده خالص، كانت عينه مقفولة خالص وما كانش بيعرف يفتح يعني خالص، ورحت كشفت عليه والحمد لله. بس الدكتور حذرني من قرص النحل ده لانه بيقول بيسبب الوفاة، فخلي بالكم انتوا كمان من لكم يا جماعة، لان الصيف طلع هو بيبقى النحل والدبابير والحاجات دي بتبقى كتيرة فيه، فربنا يسترها. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، عايزين عيلتنا تكبر بيكم يا حبايبنا، وان شاء الله هتشوفوا معانا فيديوهات جديدة على طول، وان شاء الله هنكبر بدعمكم بعد ربنا. يلا نشوف مع بعض المكونات والطريقة بتاعة الطعمية هتبقى ازاي، خليكم معايا. انا معايا هنا نص كيلو فول مدشوش، انا نقعني اليوم اللي قبله ده الفول المدشوش اللي كنت بقول هوريه لكم وانا بعمل الفول. ممكن تستغني عن الرز اللي حطيته في الفول نص كوبايه وتحط نص كوبايه فول مدشوش من ده عليه. نقعته من اليوم اللي قبله، لازم يتنقع من اليوم اللي قبله عشان يبقى طري كده. النص كيلو ده هحط عليه شبت وبقدونس وكزبره، طبعا مش هكتر الكميه علشان لما بكتري بتخلي الطعميه لونها اخضر قوي، وما بتحمريها بتبقى غامقه يعني لونها بيسود. يعني هحط الكميه دي ولو احتجت هطلع تاني، لان ده كان عندي في الفريزر فانا مش عايزه اطلعه كل مره واحده عشان ما يسودش. هحط هنا كزبره، كزبره ناعمه مطحونه وملح، وهحط هنا نص كوبايه، هحط عليها توم معلقه صغيره، وهحط هنا بصلتين الصغيرين دول، وعشان هضربها في الخلاط المره دي هحط الكوبايه الميه دي، يعني هحط منها في الخلاط وانا بضرب، وهحطها واللي هيتضرب هطلعه احطه على المصفى زي ما انتوا هتشوفوا كده عشان الميه اللي احنا ضفناها في الخلاط تنزل من المصفى. يبقى نص كيلو عليه كميه صغيره من الخضره، لو انت ما عندكش الشبت والبقدونس والكزبره ممكن تحط كرات او مصري او العيدان اللي هي الخضره بتاعه التوم اللي هو التوم الاخضر ده، بس انا ما بحبهاش غير بالشبت والبقدونس والكزبره، والبصلتين الصغيرين ومعلقه صغيره توم مهروس، والميه دي لو هتضربها في الخلاط، لو مش هتضرب في الخلاط وهتعمليها زي ما انا كنت بعملها الاول في المكنه اللي هي اليدوي ودي اللي بتفرمي بيها دي مكنه الفرم، مش هتضيف عليها ميه. وبقدون وكزبره ناشفه ومطحونه، لو هي ما هيش مطحونه وصحيحه تبقى افضل، والملح الاثنين دول مش هيتحطوا في الضرب، هيتحطوا بعد ما اخلص ضرب. هخلطهم عليه يعني هظبط الحدق بتاعهم بقى بالملح والكزبره. يلا نشوف هنعمل ايه. انا قطعت هنا البصل زي ما انتم شايفين قطع صغيره عشان الخلاط يقدر يفرمه. هنضيف بقى كل حاجه دلوقتي على الفول، هنخلطهم مع بعض. الخضرة طبعا زي ما قلت لكم لو عايزينها اكتر من كده يعني على حسب اللون اللي هنشوفه، والثوم هنحطه، وادي البصل هنقلبه كله في بعضه، يعني هناخد كله في بعضه وهنحط كل مره كميه صغيره. انا حاسه ان هو تقريبا ممكن يحتاج خضره كمان، بس اما نشوف بس هو بيتضرب كده هنحتاج خضره كمان ولا لا. انا عملتها في مره قبل كده وزودت عليها خضره، وكانت ما بتتحمر كانت بتلون بيبقى لونها غامق، فعشان كده انا هحط الخضره المره دي بحساب. وانا اول مره اضربها في الخلاط انا دايما بعملها بالبتاع اللي هي المكنه اللي بتفرم الطعميه دي، مكنه الفرم دي بعملها بيها، بس ما بيكون سعدي موجود لان بيساعدني فيها لانها بتوجع ايديا، فالمره دي هضربها معاكم بالخلاط واول مره، وربنا يسترها بقى نشوف هيبقى النتيجه بتاعتها ايه. شايفين اللي في الخلاط لونه فاتح ازاي؟ انا هضيف شويه خضره كمان، انا ضفت كوبايه الميه وهحط الحبه اللي في الخلاط دول، يعني هضيف شويه خضره واضربهم ضربه كمان لحد ما اللون بتاع الخضره يختلط معاهم، وهحطهم على المصفى تصفي الميه، والميه اللي هتصفي هرجع بقى اضرب بها الدور الثاني. كده كميه الفول خلصت. للامانه انا حطيت كوبايتين مش كوبايه ميه، ده اول جزء ضربناه طلع منه الميه دي، انا اخدتها هو انا هضرب بها الجزء الثاني، يعني انا ضربته على ثلاث مرات، ده الجزء الاخير اللي انا هضربه ده الميه اللي صفيتها ولسه بتصفي، فانا عشان ما مستعجله فاخدت شويه اللي نزلوا هضربهم بيهم شويه الاخرانيين دولن، دول اخر شويه في الخلاط هما. ده شويه اللي في الخلاط انا زودت عليهم بس معلقه خضره كمان كده، وهضيف عليهم كوبايه الميه زي ما هي كده عشان الخلاط برضو يضرب كويس.
وزي ما انتوا عارفين هحط في المصفى برضو كل المية ده هتنزل. ده شكل الطعمية بعد ما اتضربت، هنسيبها في المصفى بتصفي المية بتاعتها كلها. اوريها لكم اهي، المية بتاعتها بتنزل تحت اهي. ده انا خدت منها الكوباية الموجودة دلوقتي ولسه بتكمل التصفية بتاعتها اهي. هضرب بقى اللي في الخلاط وارجع لكم. انا كده ضربت كمية الطعمية كلها اهي، وهسيبها في المصفى، هغطي عليها واسيبها في المصفى حوالي ساعتين لما تنزل المية اللي انا ضفتها دي كلها اهي. هوريكم برضو كمية المية على ما ضربت المرة الاخيرة كده، بس كمية المية اللي نزلت برضو قد ايه. انا مش عارفة اللون الخضار بتاعه مش جاي مظبوط قوي، بس هو خضارها حلو قوي يعني، مش غامق قوي ومش فاتح. ثانية واحدة عشان مش عارفة اشتغل بايد واحدة. دي كمية المية اللي نزلت منها ولسه برضو بتنزل. انا هسيبها ساعتين كده متغطية في المصفى، وهسيبها برضو تنزل المية بتاعتها كلها وارجع لكم تاني. الملح بتاعها مش هضيفه دلوقتي، والكزبره اللي هي المطحونه دي او الكزبره الصحيحه لو موجوده عندكم، غير لما تصفي الميه بتاعتها خالص. الكمون اللهم صل على النبي، ماده رفع بتاعتها لما باجي اسويها، الكميه اللي باخدها بطلعها على قد الاكل. انا ببقى مقسماها طبعا في اكياس زي ما انا قايله لكم، ببقى مقسماها في اكياس زي ما انا قلت لكم طبعا قبل كده، وحطها على قد الكميه اللي احنا هنحتاجها ساعه السحور يعني. المادة الرافعة بتاعتها مش هحطها، اللي هي الكربونات، كربونات الصودا او الكربونات على حسب ما انتم بتسموها، غير ساعة الاكل يعني. لما اطلعها من الفريزر تفك كده قبل السحور بشوية، انا هطلعها مثلا بعد الفطار تفك لساعة السحور استخدم. الكمية اللي انت هتحطيها هتحط عليها بالنظر كده كمية الكربونات يعني، ما تكتريش برضو كربونات. لو ما عندكيش الكربونات، انا ساعات بضرب فيها بيضة يعني، بعمل بيضة بقلبها كده وبقوم حطها على كمية البيض اللي عندي، واقرصها بقى التقرصة اللي انا عايزاها. هوريها لكم برضو بعد الساعتين ما يعدوا، على ما تكون الميه بتاعتها نشفت شويه. هي لسه بتنزل الميه بتاعتها اهي، هوريها لكم بقى بعد ما يعدي كده ساعتين او حاجه. دي كده شكل الطعميه بعد ما عدى عليها نص ساعه. شوف بدات تنشف اهي يعني، الميه اللي فيها بدات تنزل. برضو هسيبها الساعتين كاملين علشان برضو لو فيها ميه اكتر من كده تنزل ناعمه وجميله زي اللي بتيجي من المحلات بره اهي. هستنى عليها ساعتين برضو وارجع لكم تاني. يا ريت لو لسه ما اشتركتوش في القناه تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس، واللي لسه ما اشتركش اشترك في القناه، عايزين عيلتنا تكبر بيكم يا اجمل متابعين. ويا ريت تعملوا لنا لايك وتكتبوا لنا تعليق من داخل الفيديو، هنفرجوا على الفيديو تعملوا لنا التعليق من جواه عشان نبقى عارفين ان انتوا بتشجعونا كده ودخلتوا الفيديو اصلا وشاهدتوا وعملتوا لنا مشاهده فيه. ويا ريت تعملوا لنا لايك علشان اللايك هو اللي بيرفع لنا الفيديو يا جماعه. اليوتيوب لما يلاقي فيه لايكات كتير على الفيديو بيرفعه وبيظهره للناس تانية. يا ريت تدعمونا بقى كده ونفسكم معانا ان شاء الله كده، احنا هنكبر بيكم باذن الله بعد ربنا. دي كده الطعميه بعد ما الميه بتاعتها نزلت كلها، هحط دلوقتي عليها الملح والكزبره الناشفه واقلبهم واظبط الحدق بتاعها ونعبيها في الاكياس مع بعض. يا ريت اللي ما عملش لايك لحد دلوقتي يعمل لنا لايك ويعمل لنا اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عايزين عيلتنا تكبر بيكم يا اجمل متابعين. شجعونا كده باللايكات واكتبوا لنا في الكومنتات على رايكم في الطعميه. يا ريت تشاهدوا بس الفيديو وقولوا لنا على اي حاجه في التعليقات من خلال الفيديو، يعني اتفرجتوا على ايه في الفيديو عشان عارفين انتوا اتفرجتوا فعلا وعملتوا لنا مشاهده في الفيديو. ربنا يخليكم لينا يا رب. دي كده الطعمية بعد ما نشفت، ما نزلت المية كلها. ادي كمية المية اللي كانت فيها كلها نزلت كده، الكوبايتين نزلوا مهما، لسه برضو بتنزل كمان. ايه والله الوقت هعباها بقى في الكياس، هنعباها بقى مع بعض وننهى ان شاء الله رمضان بعد بكرة بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. نشوف هنخزنها مع بعض بقى ازاي. طبعا زي ما قلت لكم الكربوناتو او البيضه، سواء انت هتقلوها وانت حاطين عليها كربوناتو او بيض، ما بتتحطش غير وقت القليه يعني، بتطلعي الكيس يفك قبل ما تستعمليه بشويه بحوالي ساعه او حاجه هتلاقيه فك، بتقلبي بقى البيضه فيه، يا اما بتحطي شويه كربوناتو على حسب بقى كميه العجينه اللي انت مطلعه. نجيب بقى الاكياس ونعبيها مع بعض. معلش الفلاش بتاع الكاميرا فصل، بتاع التليفون فصل. انا بعبيها كده بالمعلقه يعني، الكميه بقى للنظر كده يعني. انا ممكن الكيس زي ده ممكن يفضل معايا في الثلاجه يومين او ثلاثه يعني. انا بحط في الكيس كميه وبطلعها فكها، وممكن
هتفضل معايا يومين او ثلاثه بره، على حسب بقى هحمر قد ايه. يعني مثلا هخلي الكيس قد كده، بس بقى بططه بقى كده واخليه رفيع. عبي الكيس كمان معاكم. انا ممكن اعمل منها اربع اكياس، وقبل ما الكيس الاخير يخلص اكون جايبه برضه عامله كده. نغم بنتي ما بتحبش الطعميه اللي تيجي من بره ابدا، ما بتاكلش الطعميه اساسا، بس لما بعمل الطعميه دي في البيت لان انا بعملها محشيه، انا بضرب قرن فلفل حار شطيطة مع فصين ثوم مع شويه ملح، وبحشي بقى الطعميه بعملها ساده. يعني اللي عايز اكل ساده بعمله ساده، واللي عايز اكل محشيه انا عن نفسي بحب اكلها محشيه. ونغم على ما جربتها محشيه كده قعدت بتاكل الطعميه، بس ما تاكلش الطعميه اللي جايه من بره برضه، لازم اكون انا اللي عاملاها في البيت وحشيها لها. عملت ده الكيس التالت، هعمل الكيس الرابع كمان. انا كل فتره كده مش شرط رمضان، يعني لما بتيجي في عينه بجيبها واعملها في البيت هي والفول، لان انا ما بحبش الطعميه والفول اللي بيجوا من بره قد كده. يعني انا ممكن اكل من محل معين كده بس في الكرنس سندوتشات فول وطعميه، بس ما بحبش اشتري فول وطعميه كده يعني ب 5 جنيه ولا ب 10 جنيه فول وطعميه ولا كلام من ده، ما بحبهوش، ما بحبوش من جنب بره كده، لا طعمه ولا ريحته بيعجبوني. كده النص كيلو عمل معايا اربع اكياس اهو، طبعا حسب الكميه اللي انت يعني اللي هتستعملها في الصخور بتاعك. يعني انا كميه زي دي هتقعد عندي يومين في التلاجة، هقسمها على مرتين لان ما بعملش طعميه كتير في الصخور لانها برضو بتعطش، انا بحطها بس زياده على الاكل كده. انا عن نفسي باخد الصخور طعميه دلوقتي بقى هنبططها كده عشان برضو ما تاخدش مكان في الفريزر، طلع منها الهوا خالص، نظبطها كده حتى علشان لما تكون مطلعاها، لو انت نسيت تطلعها قبل الصخور بشويه، لو طلعتها حتى بنص ساعه ولا حاجه وهي متبططه كده هتشك بسرعه لما تكون عاملاها حاجه مكلكعه كده. تطلع الهوا خالص تضغط عليها كده لحد ما تتفرد، تبقى رفيعه شويه كده ان شاء الله. هي كميه كويسه في كميه معقوله يعني في قلب الكيس. نربطها كده اهي، ده اول كيس معانا. هنربط برده الكيس الثاني زيه، هنبططه كده برده لحد ما تبقى رفيعه. ماشي ايدك بس عليه كده. على فكره ان الصلصه والخضره لو عامله شبك وكزبره وبقدونس ولا حاجه برده مخرطاهم وحطاهم في الفريزر ببقى عاملاهم بنفس الشكل ده برده المستطيل ده. هطلع الهواء منها كده، بس هكمل بقى الكيسين التانيين اللي معايا وارجع لكم. عملت معايا النص كيلو، عمل معايا الاربع اكياس دول. الاربع اكياس دول هستعمل كل كيس على يومين، يعني النص كيلو هيعمل لي 8 مرات او يمكن 10 مرات في الصخور، يعني على حسب ما اشوف الكيس هستعمله في مرتين ولا في ثلاثه، لان انا بعمل كميه صغيره بس. يعني حوالي 5 اقراص بس بحمرهم او كده، على اساس ما فيش الا انا ونغم بس اللي بناكل ساعات الصخور منها، يعني فين وفين لما سعد بياكل منها هو او سمير، عشان سعد بتعطش وكده فبرضاش اكل منها قد كده ساعات الصخور، انما لو عاملاها في الايام العاديه بياكل منها عادي براحته بقى. نص كيلو عملنا الاربع اكياس دول ما شاء الله، وقبل ما الكيس الاخير يخلص دول هستعمله طبعا الكيس على يومين، قبل ما يخلص اكون جايبه نص كيلو تاني وعاملاه على اساس يبقى عندي كيلو الطعميه مستمرين طول الشهر. والفول انا عملته فيديو تاني لوحده لانه فيديو طويل وعاملاه بطريقه جديده، يا ريت تدخلوا وتشوفوه. مش عارفه هنزله الاول قبل الطعميه ولا هنزل الطعميه الاول. يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لنا لايك يا جماعه علشان الفيديو بتاعنا يوصل لغيركم. عايزينكم تدعمونا كده وتقفوا معانا لحد ما القناه بتاعتنا تكبر وتتعرف، احلى متابعين في الدنيا وعايزين عيلتنا تكبر بيكم. السلام عليكم.